ما دامت سنة النبي الكريم، منهج النبي الكريم، تعليمات النبي الكريم، رؤية النبي الكريم نستوعبها ومطبقة في حياتنا، فنحن في مأمن من عذاب الله. قيل عن القرآن أنه كون صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي الكريم قرآن يمشي. واستنباطا من هذه المقولة الرائعة، ما لم يرى الناس بأعينهم تلك، إسلام أمامهم يمشي، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، صادق أمين رحيم معتدل. الحقيقة الذي يلفت النظر الخلق. النبي الكريم آتاه الله مئات الخصائص التي يتميز بها عن كل الخلق، لكن حينما مدحه مدحه بأخلاقه فقط. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لما الإنسان بيكون مستقيم، الاستقامة دعوة، والأمانة دعوة، إتقان العمل دعوة، الصدق دعوة، فالناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. الجامع مكان لتلقي تعليمات الصانع فقط، ثم مكان لتلقي الأجر والثواب أثناء الصلاة. أما الدين في البيت، في بيتك، المعاملة للزوجة للأولاد، خيركم لأهله. طبعا الإنسان الذكي في عنده أخلاق أنا بصنفها مع البزنس، طبعا أنيق متعطر، شعره مرجل، ابتسامته واضحة، بنحني للضيف، هذا كله بزنس. لكن أين الأخلاق الحقيقية؟ في البيت، مكان ما في رقابة عليه، ولا في مصلحة إيجابية مادية من نعومته مع أهله.